أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية مهاجر على تلفزيون كنار صوت العرب من كندا. لكل مهاجر حتى رحاله خارج وطنه الأصلي حكاية وتجربة مميزة، هي بالنسبة له حكاية العمر التي تلخص تجاربه وتحدياته ونجاحاته، وبالنسبة للآخرين هي دروس تعلمنا أن الحياة تستمر طالما وجدت الإرادة والتصميم والعمل الجاد. حكايتنا اليوم مع الزميل والصديق الدكتور جمال الشريف، حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في جراحة الفك والأسنان من جامعة ووهان في جمهورية الصين، وحاصل على بعد الدكتوراه من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين أيضاً. عمل محاضراً في كلية طب الأسنان في جامعة ووهان، ومحاضراً لجراحة الفك والأسنان في جامعة هوبي للطب الصيني. حصل على جائزة مجلس الشيوخ أوتاوا 150 لعام 2017، وعلى وسام الملكة إليزابيث للعمل التطوعي عام 2019، وصنف من ضمن أفضل 25 مهاجر من أصول عربية في كندا عام 2019. تم تكريمه بحمل شعلة السلام عام 2019، والتي حملها من قبل نيلسون مانديلا ومادر تريسا ومحمد علي، إضافة إلى العديد من الجوائز والميداليات التي أعجز عن عدها، والتي كانت نتيجة أعماله التطوعية والإنسانية في خلال سنوات حياته بكندا. يعمل الآن مديراً لمؤسسة البشرية من أجل السلام، وأحد مؤسسي تلفزيون كنار، تلفزيوننا الذي نعتز بانتمائنا إليه. أهلا وسهلا بك دكتور جمال، وشكرا على تلبية دعوتي باستضافتك في برنامجي حكاية مهاجر. شكرا لك زميلتنا صبرين، وهذا شرف لي أن أتحدث عن بعض ما قمت به أنا وأصدقائي وأحبائي اللي دعموني بالحصول على هذه الميداليات والجوائز. حدثنا عن نفسك دكتور قبل مجيئك لكندا. حكايتي لازم تبدأ من ما قبل ولادتي، لأن كل شخص تبدأ حكايته من حكاية والدي. حكاية والدي حكاية التغريبة الفلسطينية. هم والدتي من يافا، خلال حرب 48 انتقلت عائلتها إلى لبنان وولدت في لبنان. والدي من الخليل أصلا، ولكن هجروا إلى دول كثيرة ومنها مصر، وعاش هناك مدة طويلة، والأردن طبعا. بعدها والدي ذهب إلى المجر للدراسة، والدتي ذهبت إلى ليبيا للدراسة. بعد دراسة والدي ذهب إلى ليبيا بالعمل، وتعرف على والدتي وحصل الزواج، جاء جمال. ولدت في هذه العائلة في ليبيا، عشنا 4 سنوات، ثم بعد ذلك انتقلت عائلتي إلى العراق، ثم إلى السعودية، ثم إلى الأردن. عندما انهيت الثانوية العامة ذهبت إلى موسكو للدراسة، ومنها إلى القرم، جزيرة القرم. انهيت البكالوريوس في طب الأسنان، ثم عدت إلى الأردن، عملت في عيادتي الخاصة لمدة عام كامل، وحصلت على منحة دراسية في الصين. درست في الصين البكالوريوس ماجستير والدكتوراه. أحاول بلخص في الموضوع يعني. بعدها جيت على كندا، بعد 2009 جيت على كندا. شو اللي خلاك تفكر بكندا تحديدا؟ يعني طالما كنت ناجح في الأردن وناجح في الصين، لأنه بعرف أنك عملت كمحاضر هناك في الجامعات الصينية، فكرت بكندا تحديدا؟ المشكلة الوحيدة اللي كانت تواجهني في الصين هي الصحة. كان في مشكلة في التلوث البيئي، وبتأدي إلى ربو عندي، فقررنا أنه نغير الدولة أنا وزوجتي. وبالصدفة يعني إحنا جالسين نتحدث مع أصدقائنا أجانب، كانت واحدة very nice و very cute و very polite كندية، وكنا احنا بنفكر باستراليا صراحة لانها اقرب للصين وفي صينيين كتير في غاد، لكن سبحان الله قلنا لا let's try كندا، واجا الحظ على كندا.
يعني احنا لازم نشكر الرب مثلا انك خلتنا نتعرف عليك. والحمد لله باي ذا واي، من يوم ما اجيت على كندا ولا استخدمت اي دواء للربو، يعني اكني يعني كندا علاج تمام للربو، دعايه نعم. لكندا متهيألي. رائع رائع. طيب انت كنت جاي لكندا، كان في بالك توقعات معينه؟ كنت متخيل اشي؟ يعني هي اول زياره كانت لك لكندا، شو كان ببالك عن كندا في هذاك الوقت؟ صراحة يعني احنا سمعنا كثير ايامها، لسه يمكن انا ب 2009 بداية قوة الانترنت عملنا السيرتش وعرفنا بعض المشاكل اللي بتواجهها. صراحة لا اخفيكي، من احد اهم الشغلات اللي ساعدتنا في التأقلم مع كندا قيمة المعلومات الموجودة باللغة الصينية عن كندا. للأسف اللغات باللغة العربية ما كان كتير معلومات دقيقة، لكن باللغة الصينية كانت المعلومات من ساعة ما تدخل المطار، إيش لازم تسوي، شو لازم تحكي، مع مين تحكي، شو لازم تصرح، شو ما بتقدر تصرح، شو الشغلات اللي تجيبها معك، شو ما تجيب. فكانت المعلومات ديتيلز لدرجة إنه أنا كنت يعني أحياناً أزهى وأنا أقرأها، لكن فعلياً ساعدتنا كتير. وهذا الشيء اللي إحنا بنفتقده كجالية عربية، الديتيلز في المعلومات لأمور بتهم القادم الجديد، إحنا أحياناً نستصغرها. إنك نعم. تكتب بالإكسبيرينس تبعك أو تحكي بفيديو شو اللي صار معك وكيف سويت هيك، احيانا تقول خلص ما انا خلصت اخذت الرخصه، مش فيش داعي احكي عنها، لا اللي بعدك بيستفيد وبدعي لك بالخير. فهذه الشغلات اللي اتوقع كان فيها نقص، يعني حتى في احيانا اشياء متضاربه. نعم. تحكي لمرتي لا 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 مش معقول بالعربي مكتوب انه الاوفيسر بيسالكش عن المصاري، بتقول لي لا مكتوب هون فيري ديتيلز الفلوس قديش مدخل معك لازم تحكي. انا لا 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 كندا دوله ديمقراطيه هيك كاتبين في الويب سايتات العربيه يعني، فكان في شويه مخالطه يعني. نعم. وهذه المغالطات هي اللي دعتك لانك تدخل بمجال التطوع وتساعد الناس القادمين الجدد في انك تسهل حياتهم. شو كانت تجربتك مع التطوع؟ وين بلشت فيها؟ أنا تطوع صراحة لا أخفيك هو يعني وليد ما زرعوا فيه والدي، خاصة والدي كان يحب كتير يساعد الناس، وكنت أشوفه يعني أنا من أحد القصص اللي بحكيها أنه يوم من الأيام صديقه خربت عنده غسالة، وإحنا كنا في الرياض وهو في الدمام، يعني 400 كيلو متر يعني زي أوتوا وتورونتو. فقال له بدي أصلح الغسالة، بتعرف حدا؟ قال له لا ما تصلح إشي أنا باجيك. ركب السيارة طلع أنا وياه، طلعنا صلح له الغسالة، عشينا عندهم وروحنا بنفس اليوم. فهذا الحب في العطاء كان عنده مش طبيعي يعني، وأنا شفته هذا بعيني يعني، ما كان يقول لي لا أنت لازم تعطي ولازم تساعد، لا لا شفته بعيني. فهذا يعني جعله جزء من شخصيتي. وصراحة معظم تطوعي كان بداية الجامعة، لما بديت في روسيا بدأت أتطوع كثيرا في تعريف الناس على القضية الفلسطينية، وكان عندنا متاح هذا الموضوع. كنا نحاول نعمل زي اكسبيشنز، نعمل زي حفلات، وبدأت هذه الحفلات تنمو. وصراحة كنت أنا الوحيد، يمكن أصدقائي إذا بيحضروني اللي درسوا معاي في أوكرانيا، كنت الوحيد اللي دخل شغلة اسمها KVN، مسرح موسيقي روسي، يعني الروس اللي بيكونوا فيه، كنت الأجنبي الوحيد اللي داخل في هذا المسرح من الجامعة، فكنت ممثل لهذا الموضوع. بعدين دخلت في المسرح نفسه وعملنا مسرحيات ترجمناها بطريقة عربية لروسية ونعمل هذه الشغلات. بعدين عملت شيء اسمه ميس ميديسن، بما معناه ملكة جمال جامعة الطب، كان يعتمد على الهواية وعلى الثقافة وعلى الأسئلة، وليس ملكة جمال كملكة جمال العالم اللي هي بتعتمد على الجسم، ما كان الجسم هو المهم. فهذا حبوه كتير في الجامعة، وحتى لما تخرجت أنا سموني ملك الجمال، لأن بالنسبة إلى ذلك وليس نسبة للجمال طبعا. بعد 20 سنة حصلت على دعوة من الجامعة في أوكرانيا، وحضرت مؤتمر في الجامعة وعطوني وسام أني كنت أنشط طالب في الجامعة في هذاك الوقت. يعني كان هذا واسمي لحد هلأ موجود من ضمن 10 فقط اللي تخرجوا من الجامعة طول عمر الجامعة حوالي 70 سنة،
10 فقط وضعت اسمائهم على موقع الجامعة وانا منهم. واستمر هذا الكلام، استمر معك هذا الكلام لما جيت على كندا، ورح نتطرق له بالتفصيل بعد هيك. بس عندنا سؤال تحكي لك الصديقة هيفا: هل تعتقد نجاحك نتيجة من خطة أنت رسمتها، أم أنك نجحت بشيء واحد وبعدها كل الطرق والأفكار انفتحت أمامك؟ لا، شوفي، هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى ودعاء الوالدين، هذا أنا اللي بعتقده. ليش؟ لأنه ربنا بيبعث لك أولاد حلال يوقفوا جنبك ويساعدوك. لم يكن أبدا 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 تطوعي ونجاحي وحصولي على أي جائزة مجهود شخصي. أنا دائما بقولها، هذا مجهود دائما الفريق اللي بيعمل معي سواء في المؤسسة أو في مكان آخر، هم يعني رجال فعلا استحقوا هذه الأوسمة ولست أنا لوحدي. فكل ما يحدث من تطوع قد يكون فكرة وليدة من واحد أو اثنين وتتبلور، ولكنها ككرة الثلج تبدأ صغيرة وتكبر بهمة من حولها ومن يساعدها. يعني هو عمل مشترك، تعاون مشترك مع الفريق، وهذا نتائجه. رائع جدا هذا التواضع منك دكتور. صديقتنا هدى البني، تحياتي لكم، أهلين فيك هدى. هل دكتور جمال طفل وحيد، وهل الترحال كان قدرك أم إخوتك أيضا؟ يعني أنت لوحدك اللي سافرت من ضمن إخوتك؟ ما شاء الله. إحنا خمس أطفال، أنا الكبير، أخوتي طبعا برضو ترحلوا، الآن لي أخت في الإمارات، أخت في قطر، أخوي في أستراليا، وأخوي الصغير في قطر، فكلنا في مترحلين. بعرف إحنا قصة التغريب الفلسطيني من البداية في الشعب الفلسطيني. نعم، صديقنا محمد بنوجه لك تحية، يسعد مساك. بحكي أنه دكتور جمال شخصية رائعة، هو بحب أنه الكل يعرفه زي ما محمد بيعرفه، زي ما إحنا كمان بنعرفه يا أستاذ محمد، وإنت كمان فيك البركة ما شاء الله عليك. سؤال تاني: من الذي أرسلك لأوكرانيا للدراسة، ولماذا لم تدرس في أي بلد عربي؟ هذه قصة، يعني صراحة أنا حصلت على 86 في الثانوية العامة في الأردن، ولم أستطع دخول الطب، وكان نفسي أدخل الطب بشكل عام. حصلت على قبول بتخصص علوم سياسية في الأردن، ودخلت أول محاضرة، وبعد أول محاضرة جاء لي شخص من دار المؤمن الله يسهل عليه، وقال لي: شو اسمك؟ قلت له: أنا اسمي محمد جمال الشريف الكامل. قال لي: دبرت شغل؟ قلت له: أنا حضرت أول محاضرة لسه، بتسألني عن الشغل بعد 4 سنين؟ قال لي: الجماعة اللي معك بدرسوا علوم سياسية كلهم صاروا لاقيين شغل، فيا بتفكر بالتخصص اللي أنت داخله، يا إما بتغير التخصص، لأنه التخصص كتير سنسيتيف. فقلت له: تعرف أنا حفكر كويس. اتصلت في الوالد، كان بالسعودية أيامها، قلت له: هيك هيك هيك، شو رأيك؟ قال لي: خلص، أنت كنت حكيت لي لك صاحب طلع على موسكو، روح ادرس غاد. فطلعت على موسكو، وللأسف كنا بعد البرسترويكا اللي هو انحلال الاتحاد السوفيتي، فالوضع كان المافيا والقتل والهاي، كانوا إلي أولاد عمي في 92 بالـ92 يا فأولاد عمي في أوكرانيا. فقلت لأبوي: أنا مش حقدر أكمل في موسكو، 3 أشهر قعدتهم، بعدين طلعنا على أوكرانيا وكملت في أوكرانيا. هدى برضو بتسأل عن مهنة والدك ووالدتك. والدي مهندس كهرباء، والدتي English major، يعني تعمل ترجمة وشورت كاتس وشغلات زي. أوكي، نرجع هلأ لكندا. بداياتك في كندا، هل كان في مجتمع عربي مصغر بتحس إنك منتمي إله أول ما وصلت، ولا عانيت لحد ما بنيت شبكة من الصداقات والمعارف حواليك؟ والله لا، بالعكس، يعني أنا جيت على جاتينو، وجاتينو أوتوا كانت فيها جمعيات عربية فلسطينية أردنية، فكنا كتير أنا اندمجت فيهم، يعني دخلنا وتعرفنا على العوائل، وكنا نطلع مع بعض ونسوي طلعات، وبالعكس ساعدونا كتير، يعني
أمانة الله، حتى أول ما إجينا على كندا في عائلة، واحد من دار الزغول من عجلون الله يسهل عليه وعلى عائلته، يعني استضافونا في بيتهم، رفضوا أن نروح على فندق، جلسنا أسبوع كامل، ساعدني بإيجاد منزل، قال لي هاي المنطقة كويسة وهاي المنطقة لا، وإحنا ما بنعرف بعض يعني. فربنا بيبعد دائما أولاد الحلال، بالعكس كتير كتير استفدت من، وساعدوني وأعطوني نصائح، وبتعرف اللي بيجي على كندا بكون زي الضايع في كتير أمور بعرفها، فلا أعطوني كتير، وحتى هو عمل لي كوساين وأنا لا بعرف ولا بيعرفني يعني. فهذا من هاي الأشياء بتضل مع الواحد دكتور على أهميتها، لأنه كبداية أنت ما عندك القدرة تستأجر بيت ولا تشتري سيارة ولا تعمل أي شيء، إلا لازم يكون عندك كريدت هيستوري في البلد أو تاريخ مالي هون. فهاي الأشياء إنه حدا يجي يوقع عنك، يكفلك في البنك، يكفلك عند العقار، بتعني كثير للأشخاص اللي قادمين الجدد، وهاي من الحاجات المساعدات اللي مش ممكن ينساها المهاجر الجديد. مسؤولية طبعا، لأنه أي مشكلة بتصير في الدفع هو اللي متكفل أمام البنك وأمام صاحب العقار. طب شو يعني، وجدت ناس تساعدك شوية تدلك على الطريق، لكن إيش كانت أكثر صعوبة واجهتها وإنت بتحاول إنك تحط رجليك على الأرض وتثبت نفسك في كندا؟ العمل ومعادلة الشهادة. بتعرفوا إحنا أنا ماخذ دكتوراه في جراحة الوجه والفكين، وعندي براءة اختراع في الكلونينج تيشوز. للأسف هذا كله لم يعادل، فقررت أني أبدأ المعادلة من جديد. قدمت أول امتحان، ثم بعديها حصلت على بوست دوك في جامعة أوتوا يو، وعملت تقريبا سنة كاملة على أمل أنه نكمل الريسيرش اللي بدأنا فيه في الصين، ولكن للأسف البروبوزل تبعنا رفض، فاضطريت أني أوقف هذا الشيء. ثم قررت أني أدرس اللغة الفرنسية في كيبيك، مدعمني أني في كيبيك، ودرست سنة لغة فرنسية، وبعدين طبعا بدأت المعاناة العمل أجين، سوق العمل، وبتعرفي شو الواحد يشتغل شو الواحد يسوي وين يروح. ومدامتي نفس الإشي، مدامتي حصل على ماجستير، ثم بدأت برضو تدرس ماجستير مرة ثانية، مدرسة لغة إنجليزية، أخذت التسل لتدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، بعدين درست Applied Linguistics ماجستير ثاني، خلصت ثلاث ماجستيرات إلى أن وجدت عمل. فالموضوع كان كتير معقد في إيجاد العمل، هاي أكثر شغلة كانت صعوبة يعني. نعم. في عنا سؤال من هدى برضو، تحكي هل القانون في الصين يتيح للمتزوج من صينية التقديم على الجنسية الصينية؟ لا للأسف، هم يخلصوا من اللي عندهم. صحيح. طبعا الصين يعني اللي جنستهم بالجنسية الصينية يعدوا على الأصابع، أعتقد يعني 60-70 واحد فقط في كل حياة الصين يعني. أصيلة عندها طلب ليك يا دكتور، تعمل لنا ملكة جمال الإعلاميين والإعلاميات هون. شو رأيك؟ أنا طبعا بتشرف إنه يكونوا كلهم أنا بالنسبة لي ملكة الجمال أو ملكة جمال هو الشخص الذي جميل في الداخل، وهذا الهدف في كل الموضوع. أنا عمري يعني حتى بالمسابقات اللي سويتها كان الجمال الخارجي عليه علامة صفر، دائما كنا نحط علامة صفر، مهم هو ولكن ليس هو الأهم في تقدير الإنسان وتقدير جمال. العقل والتصرف هو أهم شيء. نعم. ابن البادية بيتمنى أنه يجد مؤسسة عربية ينضم إليها في كندا حتى يكون له دور فاعل لدعم الجالية العربية، أي اقتراحات منك دكتور؟ كل المؤسسات العربية بلا استثناء ممتازة. أنا ما بدي أحكي لك أي مؤسسة عربية أفضل ولا المؤسسة اللي أنت بتشوف، أدخل بتسأل أي مؤسسة بدنا البايلو تبعك وأشوف شو النصائح اللي بتعطوني إياها. كل المؤسسات العربية بيعملوا على أساس تطوعي، سواء الجالية الفلسطينية أو الجالية الأردنية أو الجالية المصرية أو الجالية الأمازيغية الموجودين، كلهم بيعملوا على أساس تطوعية وبيساعدوا القادمين الجدد قدر المستطاع. كل طبعا في مشكلة اللي هي المشاكل العربية اللي أحيانا تيجي لهاي المؤسسات من الداخل،
يعني بعض المؤسسات لسه عندها هاي النزعات، نتمنى انه تبتعد هاي، لانه احنا اجينا عشان نهرب من هاي المشاكل وجع الراس اللي موجود في بلادنا. لكن يعني من ناحية التطوع والمساعدة لا أتوقع أي واحد ما يرفض مساعدتك أو مساعدك. في أخ اسمه سفيان بيسأل هل تنصح بدراسة القانون بكندا؟ ما بعرف بدك تجاوب عليه الدكتور لأنه هذا مش تخصص يعني مش تخصصي، والقانون دراسته طويلة في كندا، لازم يدرس بري لو بعدين لو، فإذا عنده وقت وشاب ليش لا. وانت صغير من الذي كان يشكل قدوة لك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما أبوي كان يحكي لي اجعل قدوتك الرسول صلى الله عليه وسلم، ودائما كان يحكي لي الحديث اللي أنا بتذكره ودائما حاطه براسي، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا اللي دائما بتذكره هو الموتو تبع المؤسسة تبعتنا. دكتور أنت بتحكي 6 لغات حسب علمي ولا أكثر هلا؟ نعم. صاروا يا 6 لغات. إيش هم هدول اللغات؟ أنا بعرف منهم 5، في واحد ضاعت. عربي عربي شوي بحكي شوي إنجليزي وفرنسي، بحكي روسي وأوكراني وصيني طبعاً. الصيني الأوكرانية لغة يس، والصيني بحكي شوية، بحكي ماندرين، لأنه كلمة Chinese language دائماً تنفهم على أنها Cantonese، فأنا بحكي ماندرين وبحكي شوية Cantonese. حتى اشتغلت في الصين مترجم بين الماندرين والكانتونيز لبعض الناس، يعني الصينيين ما بيعرفوا كنت أنا أترجم بينهم. ترجم للصينيين كانتونيز على لتين صينيين بين بعض. يس والله برافو عليك. كم أخذ منك وقت لتعلمت اللغة الروسية؟ الأخت هيفا بتسأل. اللغة الروسية درستها أنا دراسة سنة، بس أنا هذا السؤال دائما أنا بحاول بجاوب عليه بطريقة إنه لا يوجد وقت لدراسة اللغة. يعني حتى السؤال هذا كثير بسألوني بالصيني، ما في، كل يوم بتعلم حرف جديد، حتى بلغة الأم، لغتنا الأم، إحنا كل يوم نتعلم إشي جديد. فصعب تحكي إنك أنا أتقنت اللغة خلال فترة معينة. درستها دراسة سنة، ولكن بعد ذلك لا، كنت أعمل على نفسي بتطوير نفسي، أقرأ كتب. أنا سكنت مع الطلاب الروس عشان أقوي لغة الروسية، فالحمد لله يعني كانت لغة الروسية almost perfect. يعني كنت أطلع على المسرح مش تلفزيون، على المسرح أمثل بدون أي سكريبت، بدون أي شيء، بكل سهولة وسلاسة. كيف فادتك هذه اللغات في كندا أو أي واحد منهم؟ طبعا الإنجليزي والفرنسي معروفين، بس بحكي عن 4 لغات التانيين، مين فيهم فادتك خلال مسيرة عملك أو التطوع حتى بكندا؟ كل لغة تدرسها أنت بتبني شخص جديد في حياتك، كل لغة. صراحة لما أنا أفكر أو أحكي بالروسي مع الروس my behavior change، يعني أنا هاي بشعرها. لما أحكي مع الصينيين بصير يعني أتحرك وأحكي حتى بطريقتهم. فكل شخصية يعني قربتني من مجتمع معين. يعني أصدقاء الروس اللي هون كانوا كتير كتير صداقة يعني لدرجة مش طبيعية. الصينيين ساعدونا كتير كعائلة. يعني لا أخفيكي، في كل شخصية أنا في كل لغة أتقمص شخصية، يعني زي ما بقى. أهم شيء ما تتقمص الفودكا دكتور، ها وأنت بتحكي روسي. هلأ أنت دخلت في العمل التطوع من أول ما جيت على كندا، هل كان هذا عملك الأصلي ولا هو كان شيء تعمله على الجنب يعني؟ لا، أنا تطوعت مع مؤسسات كثير. ليش؟ لأنه كنت أنا اشتغلت مع مؤسسة اسمها Smile Train، بنعمل عمليات تطوعية للأطفال في جنوب أمريكا، عمليات الشق الشف الأرنبية بسموها الكليفت ليبس والكليفت بالكس اللي هو الشق الحلق. عملت معهم حوالي 2 سنين، كنا نطلع حوالي 3 تريبس كل سنة، وكله كان تطوع. بعدين بدأت العمل بالتطوع الداخلي، صرت أتطوع مع أي مؤسسة أجدها بتعمل شيء خير للمجتمع المحلي،
وأفليت نفسي في التطوع صراحة، يعني كنت أتطوع بالأسبوع تقريبا 50-60 ساعة تقريبا فول تايم. ياس كنت أتطوع هذا أكثر من الفول تايم، أكثر من الفول تايم. وصراحة كان الهدف هو معرفة المجتمع المحلي، دخول عن طريق التطوع، لأنه هذا يمكن باب لأبواب معرفة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى الخير اللي بتعمله أنت وبتزرعه في قلوب الناس. فكان أنا دائما بشجع القادم الجديد أنه يتطوع، هذا أول شيء. أول شيء بقوي لغته، بفهم المجتمع المحلي، بفهم الشغلات البسيطة هاي، مثلا التاتشينج، احنا عندنا العرب يعبط واحد ولا يبوس واحد ولا يبوس واحدة، هذا عادي، لكن مثلا هون بيختلف. حتى لما تحكي لوحدة you are so beautiful today يمكن تعتبرها اشي غريب او تزعل منك، depends again من الكلتشر اللي جاي منه. هون multicultural society، فبدك تفهم هذا الشيء. هذا كتير ساعدني في فهم المجتمع المحلي. بالإضافة إلى ذلك طبعا بدأنا بتكوين مؤسسة بسيطة هيك إنه نساعد بعض في عمل التطوع، يمكن حنحكي عنها لاحقا. ولكن بعدين تزاد التطوع وصار معنا جروب، وصرنا مع بعض نشتغل، ولما يجوا إخواننا السوريين على كندا اشتغلنا بطريقة أخرى. كل وقت كان له عمله. طبعا تطوعت مع مؤسسات عربية كثيرة، منها الجمعية المصرية، الجمعية الفلسطينية، الفستيفال الفلسطيني في كندا، تطوعت مع الفستيفالات كثيرة منها الياباني، الفستيفال الكوري، الفستيفال الساوث أمريكان، بحبهم كثير، ناس طيبين كثير، الفستيفال الانديان، الساوث ايجيان فيستيفال، تطوعت مع كثير، الاوكراني، الفستيفال الاوكراني اللي بيصير دائما عندنا، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات. يعني لو بدي أعدهم حوالي 50 مؤسسة تطوعت معهم. أي التطوعات طبعاً بتفتح لك علاقات وأبواب يعني فرص لأشياء جديدة كمان أنت ما كنت في بالك لما تطوعت، ولا لا دكتور؟ أكيد أكيد. أنا بحكيها، اللي بتطوع صح وبفهم التطوع صح وبيشتغل فيه صح رح يكون له مفتاح جيد. يعني الشخصيات اللي تعرفت عليها، الناس اللي شافوا الديديكيشن تبعك صاروا يحبوا مين هو جمال، صاروا يحبوا البلد اللي جاي منها جمال، صاروا يحبوا أهل جمال، الدين تبع جمال، اللغة تبع جمال، من وراء العمل تبع جمال. فهو دائما لازم نظهر العمل قبل القول. يعني أنا بدي أحكي لك قصة صارت وسمعتها من شخص طوى واحد بمع مؤسسة، بتقول لي طبعا هو كان مفروض عشان يأخذ فولنتير اورز عشان الجامعة مفروض تطوع 20 ساعة، بتقول لي من ال 20 ساعة بالاسبوعين اللي تطوع فيهم ما اجى غير اول يوم ساعة واحدة. كل يوم كان عنده مشكلة، كل يوم ديفرنت ستوري، مرة ابوه مرض، مرة امه مرضت، مرة بنته صغيرة تعبانة بياخدها على المستشفى، مرة بتقول لي every single day، بتقول لي كيف انت وياه من نفس البلد. فشوف الانطباع اللي تركه هو على كل البلد مش عليه نفسه، يعني أكيد. ترك انطباع على كل البلد، وهذا اللي بنحكيه. أكيد هو للأسف التعميم، يعني الناس بتحكم على كولتشر، على مجتمع كامل من خلال شخص أحيانا. يعني أنا بحكي دائما لازم تكون رسول وسفير لدينك ودولتك ولغتك. يعني صحيح، لما بدك تحكي أنا مسلم لازم تكون أخلاقك وأعمالك أعمال مسلم. لما بدك توقف وتحكي أنا فلسطيني لازم توقف وتكون proud فلسطيني، مش فلسطيني وبعدين تسرق ولا تروح تضرب واحد ويقول لك طلعوا هذا شو سوى. فهو المشكلة ببلوها بكل الدولة أو بالجنس تبعك كامل، لأنه الهوية أو الايدنتيتي اللي أنت بتعرف الناس على هي عبء عليك أصلاً، يعني لازم تكون على قدها، او انك ما بتعرف على حالك بطريقه انت مش راح تقدر انك تحترمها. يعني لما انا باجي بحكي ان انا مسلمه وبعمل كل إشي غلط في الدنيا، شو الصوره اللي بعطيها عن الاسلام؟ انا هيك بضر في الدين كله، مش بس بضر فيها كشخصيه. او نفس الشيء يعني للهويه اللي انت بتنتمي لها، فلسطيني اردني مصري. في زميلنا محمد
هذا حسسته أنا tricky question، يعني مش عارفة ليه بحكي لك. نسمع كثيرا من يردد أن العرب دائما سلبيين، وأنت شخص احتككت بمجتمعات غير عربية كثيرة، هل وجدت السلبيات عند العرب فقط، وهل العرب هم الأقل إيجابية بين المجتمعات؟ يعني هو لا. نفس الكلام بس غير فيه شوية محمد. كل مجتمع فيه الحسن والسيء، كل مجتمع فيه النصاب والمحترم، كل مجتمع فيه السلبي والإيجابي. النسب والتناسب تختلف من مجتمع لآخر. الموضوع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بيضغط على بعض الشعوب بخليها تختلف بتفكيرها، أنا مقتنع بذلك. لكن لا، موجودة في كل الشعوب وفي كل الجنسيات. أنا تعاملت مع صينيين أذكرهم إلى يومنا هذا بحسن خلقهم وتعاملهم معي، في منهم فتحوا لي أبوابهم وعشت عندهم، منهم بروفيسور تبعي أعطاني بيته سنة كاملة بدون إيجار، سنة كاملة. وفي ناس لا، كانوا سلبيين وتعاملت معهم بطريقة سيئة، كانت الفرص وللأسف يعني تركوا انطباع سيء. ولكن أجين أنا لا أحكم على شعب بكامل بانطباعي عن شخص أو شخصين أو 100 أو 200. صحيح. هدى بتسألك، هل أنت من الأشخاص الغير للغاية؟ يعني هل تفضل الآخرين على نفسك؟ لماذا كل هذا التطور؟ أنا بقول لك الهدف هو تطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لما أنت بتشعري أنه في حدا محتاج لمساعدتك وأنت بتستطيع أنك تساعديه وما تساعديه، هاي أنانية. يعني أنا بعتبرها، أنا لا أفتي، ولكنها أنك خرجت من الإيمان لأنك لم تؤمن بالحديث تبع الرسول اللي بيحكي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله سبحانه وتعالى قال وخلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التعارف هو الأساس. فإحنا بدخولنا بالتطوع نتعرف على الناس، نتعرف على أخلاقهم، نتعرف على مشاكلهم. أنا كيف عرفت عن الإنديجينس؟ لما تطوعت معهم. يعني موضوع الإنديجينس هذا موضوع كبير، اسألني حتى الكنديين عن مشاكل الإنديجينس يمكن يلخص لك إياها بثلاث أربع جمل. لكن وفي بينكروها، في بينكروها بيحكوا لك بينكروها. لا هم ماخدين حقهم وزيادة كمان، يعني طبعا لا. هذا لا ممكن بيحسدوهم على اللي عم بسيطة انه بدفعوش ضريبة يعني. هدى بتحكي لك برضو ليش صرفت نظرك عن شهادة طب الأسنان، عن معادلة شهادتك؟ المشكلة الكبرى انه انا معاي دكتوراه في الطب، في جراحة الأورام، فجراحة الأورام هذا موضوع تخصص دقيق جدا جدا. الموضوع في أحسن الظروف إذا بدي أخلص أسنان بعدين بدي أدخل ريزيدنسي وبعدين أدخل تيومر سيرجريز بده 10-12 سنة. فكان الوضع في عائلة وفي فلوس وفي مصاريف ومضطر أنت طعميهم، فكان يا حل إنك ومكلف جدا، يعني بتكلف حوالي 140 ألف بس معادلة الأسنان بلس بعدين الريزيدنسي ومكلف جدا. فكان يعني لو الواحد درس اول ارخص له يمكن. يس يس يس. وانا لا اخفيكي رجعت بكليه الطب، بدات فصل، ولكن صار معي ديبريشن، وانا يعني من الناس اللي صعب جدا يصير معي ديبريشن، حتى زوجتي لاحظت هذا الشيء. أنا كنت أدرس مع أطفال يعني عمرهم 20 سنة، 22 سنة، 23 سنة، حياتهم تختلف، بدهم يطلعوا على البار، بدهم يطلعوا مش عارف شو، فما قدرت أكون حتى معهم صداقات. أنا عمري 40 سنة وهم عمرهم 20 سنة، فالموضوع كان صعب. بالإضافة إلى المعلمين كانوا أصغر مني في بعض منهم أو حتى نفس العمر، فكان في صعوبة. يعني ما قدرت، مع أنه أنا خلصت A بلس الفصل الأول، ولكن رحت على الدين وقلت له أنا بدي أعمل ديفيرال، وقال لي أوكي ما في مشكلة، بالعكس كيف يعني، وكنت عامل مشاكل في الجامعة. هو العمر يعني مش عبرة دكتور. أنا بتذكر لما كنت بالجامعة كان معنا واحدة وابنها بنفس الصف، يعني بنفس بدرسوا إنجليزي مع بعض التنين. يا بس ما بقولك أنا ما قدرت أعمل معهم فرنشيب، يعني هيك بتعرفي أنا أكتف، أنا بحب الناس، مع أني كنت أدرسهم أعطيهم دروس خصوصية،
لاني كنت اعمل ملخصات للمحاضرات تبعت اللاي، وعشان هيك إيه الجامعه ما كانوش يحبوني، بقول لك كنت اعمل دروس خصوصيه ورا المعلمين. طيب نحكي عن مؤسسه البشريه من اجل السلام، كيف اجتك الفكره وشو كان هدفك من تاسيسها وشو بتحب شو كنت حابب انك تعمل من خلالها، وهل فعلا يعني تم انجاز اللي انت كنت بتخطط له فيها؟ يس. مؤسسه البشريه من اجل السلام هي مؤسسه غير ربحيه، بداناها وسجلناها في الامم المتحده سنه 2014. كان الهدف منها أنه نعمل عمليات جراحة للأطفال المحتاجين حول العالم مجاناً، وعملنا 3 ميشنز الحمد لله ونجحت هذه الميشنز، واستطعنا أنه الكفر. طبعاً عمليات الجراحة مكلفة جداً، خاصة أنك تجي الجراحين نقلهم، نقل المعدات، نقل الأدوية. هلأ موجود إيجاد المستشفيات لهذا الموضوع أسهل، ومع ذلك كان في صعوبات مع بعض الدول تعرف بسبب الأوضاع السياسية والدبلوماسية معهم. ولكن بعدين عملنا شفت على الوضع المحلي. أنا عندي إيمان إنه إذا بدك تغير أي شيء في الكون لازم تغير نفسك. هذا أول نفسك صحيح. هذا أهم شيء ممكن تغيره. بعد ما تغير نفسك ممكن تغير عائلتك ثم مجتمعك ثم العالم. يعني إذا في مشكلة في الـ 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 آخر العالم وأنا رايح أغيرها وأنا نفس المشكلة هاي موجودة عندي في مجتمعي ومش مغيرها، فللأسف أنا فاشل. يعني ما أتوقع أنه هذا صح. فصار أن بعض الـ العمل الداخلي في كندا، عملنا بعض المشاريع في كندا والحمد لله توفقنا بها. وفي 2016 لما بدأوا أخواننا السوريين يجوا عملنا شفت للبرامج لمساعدتهم، بما أنه إحنا ناطقين معظمنا باللغة العربية. طبعاً البورد عندنا في ناس غير ناطقين باللغة العربية، ولكن معظم البورد. فانتقلنا إلى الوضع المحلي، طبعاً سجلت في كندا في هذاك الوقت كمان، والحمد لله عملنا مشاريع رائعة. الهدف منها هو تجميع البشر من أجل نشر موضوع السلام بطريقة غير سياسية. يعني هذا الهدف منها، انه انا وياك لما بنقعد يمكن نكون اعداء، ولكن اذا بنقعد على طبخه او اكله او على مثلا حفله موسيقيه ممكن نجد عامل يربطنا مع بعض ونفتح الكلام ونعرف ليش احنا اعداء من هذا المنطلق. فكان هذا المبدا، انه السياسيين لهم شغلهم بغض النظر هم بيشتغلوا صح ولا لا. للاسف وانا متوقع انه ما حدا بينهم راح يوصل لمرحله السلام، لكن إحنا البشر ممكن نفهم بعض مشاكل بعض. أنا وياك لما نقعد ونحكي إيش مشكلتك أنت، أنا مشكلتي كذا كذا، طب أنت ليش مشكلتك هيك، خلينا نحكي بطريقة سلسة، رح نوصل لأقل شيء سلام في المجتمع اللي إحنا فيه. لا ابنك يطخ ابني ولا ابني يطخ ابنك، عشان نقدر نعيش على الأقل على 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 أرض الله الواسعة زي ما بيحكوا. هي تنحل المشاكل السياسية والطائفية والعالم كله بيعيش بسلام ساعتها، لأنه هم هدول أكثر إشيان، أكثر إشيان الناس بيزعلوا من بعض فيهم، السياسة والدين. أنا أقول لك مشكلة، أنا أقول لك إيش اللي مش عم بيسوي سلام في العالم، اللي هم السياسيين وأصحاب الطوائف هدول. نعم. هم اللي مقصدهم يبقوا هذا الموضوع عشان يبقوا على الكراسي بالزبط. أما الناس لما تقعد تحكي مع الناس، يعني معظم الناس همها واحد ومشاكلها واحدة وفكرها واحد. في بيكون كتير مس أندرستاندينج، يعني مثلا في حدا بيكون متعصب بس هو ما بيعرف خلفية الموضوع اللي هو متعصب عليه، لأنه هيك حشو دماغه في إشي مش مزبوط وهو تعصب على أساسه، بس هو ما درس، ما بحث عن الموضوع، ما فهمه بطريقة جيدة. يعني يمكن لو فهمه بيبطل العصبية تبعته. أكبر مثال لموضوع السلام فلسطين. يعني فلسطين هي أرض السلام، ولدت السلام، عاش فيها أصحاب مش الديانات الثلاث، كل الديانات السماوية والغير سماوية عاشت على أرض فلسطين. ولحد هلأ في عنا يهود في فلسطين، يهود فلسطينية، يعني يهود مش من معهم جنسيات مش صهاينة. نعم. وعايشين وعاشوا بسلام وأمان على أرض السلام والأمان،
ولكن لما يجوا السياسيين واجت الصهيونية والهاي حاولوا يغيروا كل شيء. فالموضوع هو مش موضوع ديني زي ما هو موضوع سياسي أكثر يعني. نعم، هم بحاولوا يزجوه في بوتقة الصراع الديني، بس هو الحقيقة صراع سياسي، هي أرض مغتصبة وفي حق ضائع يعني. بسكلي ما الدين ملوش دعوة، أنا بحترم كل الأديان أصلاً كمسلمين، إحنا بنحترم كل الرسالات السماوية وكل الأنبياء كمان. في سؤال من نسرين صديقتنا، يسعد مساك نسرين، بتحكي لك شو اللي أبهرك في ال what fascinated you the most about cultural integration، يعني شو اللي خلاك تنبهر في التمازج الثقافي هذا اللي أنت كنت فيه؟ أرجع وأقول لقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللي بتتعلموا من الثقافات اللي بتشوفها دائما إشي مش طبيعي. يعني من علاج لوجع الأسنان إلى يمكن حل لقضية البيئة كاملة ممكن تجدها في بعض الكالتشرز. الثقافة اللي موجودة خاصة الثقافات اللي القوية، وصراحة يعني لا أخفيكي صدينا برجع وبحكي اللي أنت بتتركه في المكان اللي بتمشي فيه الفوتبرنت هو اللي بترك أثر في العالم. أحكي لك مثال، أنا حكيت لك يمكن أنا رجعت للجامعة بعد 20 سنة، كنت بدعوة من قبل الجامعة اللي درست فيها في جامعة جزيرة القرم. العائلة اللي كنت ساكن معهم في آخر سنة لما سافرت على الأردن تركت لهم بعض الأشياء، أو مش تركت، قلت لها كبيهم يعني. كان عندي حرام، سجادة صلاة استخدمتهم يعني 5-6 سنوات، بعض التيشيرت، بعض الشيرت، أجلك الله عندي حذاء يمكن تركته، فشغلات زي هيك. بعد 20 سنة لما رجعت اتصلت في العائلة هاي وقلت لهم، أنا على الفيسبوك يعني قدرت أجيب رأسهم، وقلت لهم أنا جاي، فقالوا لي تعال عنا واسكن عنا، قلت لهم لا أنا عنا فندق معطينا يعني. المهم رحت عندهم زيارة، عشونا وقعدين، بعد العشاء إجا الزلم ومرته وبنته يعني بقولوا لي بدنا نورجيك شغلة. فودوني على غرفة، نزلوا لي بوكس كامل، فتحوا البوكس اللي هي الأغراض اللي أنا تركتها يا صبرينا. يا سلام، الوفاء اللي ورجوني يا 20 سنة، بتقول لي كل سنة بغسل هاي الأغراض وبرجعها في البوكس هذا. الأثر اللي تركوه فيه يعني 20 سنة ما فقدت الأمل إنه جمال رح يرجع يوم من الأيام، مع إنه لا أنا ابنها ولا بقابلها ولا من دينها ولا من دمها، لكن عشت معهم، اللي عشتهم 8 أشهر فقط، عشت معهم في الشقة 8 أشهر. الـ يعني أنا شعرت إنه أنا تركت شيء جميل لهاي العائلة إنها تذكرني. يعني أكيد أنت الأثر اللي تركته في نفوسهم هو اللي خلاهم يتذكروك طول هالسنين هاي ويستنوك ترجع لهم يعني. فكمان الإشي مشترك دكتور، مش بس هم، طبعا أكيد ناس طيبين وأوفياء، وأنت أكيد كنت معهم يعني بحجم هذا الوفاء بدون شك. في سؤال من هدى كمان، من أين تشربت ثقافتك الدينية؟ أكيد من ثقافتي، من أهلي وبلدي. أنا مؤمن إنه الإسلام هو دين تسامح ودين حب ودين عطاء، مؤمن إنه الإسلام دين صدق ودين خير، وكل إشي لما بتستقرأ بالإسلام يعني بتتعلم الأحاديث، الحياة، حياة الرسول، كلها أكيد يعني بتدعو للسلام، بتدعو للخير. أول كلمة عندنا بالإسلام اللي هي إسلام، اللي هو من السلم. فيعني دين زي هذا، أنا طبعاً احترامي مع كل الأديان، وأنا بأمن إنه كل واحد العلاقة الدينية بينه وبين ربه. أنا دائماً لا أقيد شخص أو لا أحكم على شخص من دينه. إلي أصدقاء من لا دين، إلي أصدقاء بوذيين، إلي أصدقاء مسيحيين، إلي أصدقاء يهود، إلي أصدقاء مسلمين من أديان أخرى، من زركشية،
لكن لأني أنا مقتنع أن الدين هو علاقتك مع ربك، أما علاقتك معي هي الإنسانية والأخوة والمحبة. إذا أنت بتحترمني وأنا بحترمك، أنا دينك هذا ربك اللي بحاسبه، أنا مش إله، أنا مش إله حاسبك على الدين. يعني أنا لم يعطيني الله تفويض على الأرض أني أحاسب فلان أدخله الجنة ولا أدخله النار. وهذه للأسف المشكلة الصادمة في كثير من الناس اللي بحكموا على الأديان وأديان الآخرين. صحيح، بعينوا نفسهم زي نائب يعني. نعم. بدي أسألك عن شعورك لما حملت التورت of run for peace، هيك اسمه peace run torch. هذا الشعلة اللي حملها قبلك مانديلا، حملتها قبلك مادر تيريسا، حملها قبلك محمد علي وأشخاص عظماء آخرين. شو أعطاك هذا الشعور دكتور، وكيف أثرت فيك هذه الأمور؟ طبعا أنا لما اتصلوا في عملوا معي انترفيو حوالي ساعتين عشان يعرف، أنا مش عارف ليش، طبعا اتصلوا فيه قالوا لي بدنا نعمل معك انترفيو، قلت لهم مين أنتوا؟ قالوا لي إحنا The Peace Run Organization. بعدين لما اتصلوا فيه المرة الثانية وقالوا لي إنه راح أكون واحد من الحمل إلى هذا التورتش، صراحة أنا يعني تفاجأت في الموضوع. بدأت أعمل سيرتش، وجدت هدول العظماء حاملين هذا التورتش وأنا ححمله، فاتصلت فيهم قلت لهم are you sure يعني أنتوا بتحطوا اسمي مع هدول؟ قالوا لي yes you did a great job، وعملت شيء كبير في المجتمع الإنساني. طبعا هذا كان بعد ما بنينا مدرسة في مدغشقر للأطفال، وقع هاي اللي عملت صدى بالنسبة لهم، واخذنا جائزة من دولة مدغشقر في هذاك الوقت لما عملنا يعني الناس اللي حكيتيهم أكثر من عظماء، يعني يستحقوا زي ما بيحكوا محمد علي كلاي من أفضل من مثل الرياضة ومثل المسلمين في الرياضة، رجل كان ذو قيمة عالية في الخلق، وحتى قبل وفاته كان رجل صامد. تشعري يعني أنا لما رحت على ألي وشفت النجمة تبعته مش معلقة على الأرض، رفض إنها توضع على الأرض زي باقي النجوم، لاسم لأنه ارتبط اسمه باسم محمد وحطوها على جدار جسمي أشعر. نيلسون مانديلا أنا بالنسبة لي رجل دافع عن دينه ووطنه وعن مكان إقامته. طبعا بالبداية بدأ في عنف وهذا، ولكن وصل إلى طريقة أنه تقريبا، يعني ما بنحكي أنه كل شيء تمام، بس تقريبا وصل إلى طريقة سلمية للانتخابات، وأنه يوصل العرق الأسود لحكم دولة مش شيء سهل. أكيد مادر تيريسا اللي عملته في العالم من نشر للحب والسلام برضو شيء مش سهل، فأنه يوضع اسمك مع هدول الأسماء أنا أتوقع أنه هذا يحملني مسؤولية أكثر مما هو تشريف وتكليف اللي بدي أقوم فيه في المستقبل أيضا. هدى بتسأل عن حالة الاكتئاب، مين كان جنبك في حالة الاكتئاب، وكم استغرق الوقت لتأسيس مؤسستك الإنسانية للسلام؟ يعني هدول سؤالين في سؤال. حالة اكتئاب سريعة جدا، يعني هي الفصل الدراسي هذا، وأنا قطعت أنا من الناس اللي عندي طنش تعش تنتعش، ما بحمل بقلبي كتير الحمد لله. أوكي صارت مشكلة بيوم يومين بتروح يعني، يعني الحمد لله ما وصلت لدرجة متطورة. عائلتي طبعا زوجتي وابني كانوا معي، لكن بشكل عام مش إنه وصلت إلى حد انه اروح على الدكتوره وايش، الحمد لله عرفت السبب فقطعته. بالنسبه للسؤال الثاني، كم استغرقت تاسيس المؤسسه؟ المؤسسه بدات في 2014 تسجيلها، رحت على نيويورك سجلناها في الامم المتحده تقريبا يعني اسبوع اسبوعين كنا مخلصين الاوراق، كنا مجهزينها طبعا لما رحنا. تسجيلها في كندا كان بسيط، تعرف تسجيل مؤسسه غير ربحيه يعني بسيط، المهم العمل. ليش لازم تتسجل بالأمم المتحدة دكتور؟ لأنه الهدف الأول كان هو عمل العمليات الغير ربحية للأطفال مش بكندا، احنا كان الهدف خارجي،
فلما يكون معك ميشن ريجستريشن من الامم المتحده بكون سهل انك تتواصل مع وزارات الصحه نسرين, do you wish you would have something different in your life? What is your ultimate dream? أنا يعني do you wish, لا هلا أنا هذا من قدر, يعني مش حيرجع الوقت. السؤال هذا لو رجع الوقت هل حتمشي نفس المسيرة؟ حمشي نفس المسيرة لأنه قدري هذا قضائي. ف إلى أين أصل؟ أنا هدفي أني أستطيع أن أغير على الأقل في هذه البشرية, أن أترك أثر ويذكر اسمي ولو بالخير ليوم واحد بعد وفاتي. هذا هدفي الأول والأخير. بعد عمر طويل إن شاء الله. إن شاء الله. سؤال حلو يا هدى. متى وكيف تعرفت على صديقك وشريكك محمد التميمي؟ وماذا كان أول انطباع لك عنه؟ صراحة بدنا صراحة دكتور. لا 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 صراحة أنا صريح. بزعل 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 بزعل. محمد تعرفت عليه طبعا عن طريق السوشيال ميديا, بعدين تواصل معي قال لي احنا عندنا هدف جيد انه نعمل جمعية عربية كندية. قلت له بالعكس هدف ممتاز. صار طلعنا شربنا I think coffee somewhere وصار لقاء بسيط هيك مع بعض الأصدقاء يعني, وأعجبت بشخصيته كشخص متكلم متحدث رائع, بعرف يوزن الأمور والكلمات يمكن أحسن مني بكتير وأحسن من غيري. رجل ثقة, شعرت فيه حبه للعطاء للمجتمع, وهذا خلاني أقتنع أنه عنده رسالة, يعني مش بس جاي شخص بده يستفيد بشيء معين. وفعلا يعني تطورت الأمور وبدأنا بموضوع الجمعية العربية الكندية, وبعدين صارت العلاقة أقوى وأقوى, والحمد لله بدأنا في موضوع كنار تي في صوت العرب من كندا. وأنا أفتخر أنه يكون إلي أخ, أنا ما بحكي أنه شريك, هو أخ وصديق, وأنك يعني الحمد لله في توافق أفكار. زي ما بيحكوا لما يكونوا عقلين في نفس المكان يمكن بيفسدوا المكان, لما يكون في عقل وجسد بيساعدوا بعض, وإحنا الحمد لله بنكمل بعض بطريقة أو بأخرى. لا تسأليني مين عقل ومين الجسد, إحنا اثنين بنكمل بعض. هلا كان سؤال, هذا سؤالي الجاي, مين العقل ومين العضلات؟ إحنا بنكمل بعض. إحنا كمان فخورين فيكم. احنا كمان فخورين فيكم وبانتمائنا لتلفزيون كنار, وان شاء الله دائما الى نجاح. انا بس تسلم, بس بدي اضيف شغله انه حتى مؤسسه البشريه من اجل السلام يا جماعه, كنار تي في, غيرها من المؤسسات لم تكن هي السي او او الرئيس او السيد او البريزيدنت, هي التيم كامل. يعني انا بفتخر بتيم كنار, بفتخر بتيم Humans for Peace. عندي الدكتور عبد الله, محمد التميمي, محمد علي, خولة, الدكتورة يسرى, ياسمين الله يرحمها كانت معانا, أشخاص يعني بس تتصل فيهم تقول لهم في بروجكت لـ Humans for Peace, بيجوك ركدا وزحفا لحبهم للتطور. فلا تقولي لي إنه أنا الشخص اللي سوى هذا الشيء, هو التيم اللي معانا, التيم اللي وقف مصدق لما ما نفعله, اللي آمن بما نقوم به. هذا أهم شيء في أي عمل مؤسسي. التيم اللي الآن في كنار هو الأساس, هو الأساس. لا يوجد هذا التيم لا يوجد كنار. تحديدا هنا يعني أحكي لك كلمتين يعني. أقول رأسي. الله يسعدك. هل فكرت تعمل مركز للعلاج الصيني للطب البديل؟ سؤال من نسرين. لا ما فكرت, لأنه أنا درسته ككورس بالجامعة ولكن لست متقنا له, فعشان هيك مش حضحك على العالم ولا حضحك على نفسي. إن كنت قادر أنا ممكن, بس إذا لا. في الأخ ماجد الكردي بحكي لك عملت معاه لقاء
عن كتاب الشرف الوافي، وانتظر المقابلة عن كتابي التداوي بالذهب. أخوكم ماجد الكل. إن شاء الله إن شاء الله يعني تقريبا بيطلب لقاء تاني عن موضوع تاني. إن شاء الله. أنت بركة يا هيفاء، كنت مميزين، شكرا لك. أوكي دكتور، هلأ لما واحد بده يجي على كندا في نفس ظروفك، معاه شهادات عليا، عنده يعني تاريخ من الإنجازات في بلده أو في بلد آخر، هل بتنصحه إنه يعيد نفس اللي أنت عملته، يعني ما يضيعش عمره بالمعاملات وبالمعادلات ويبتدي شيء جديد، ولا يستثمر في مستقبله يعني يكمل في نفس الطريق اللي هو بلش فيه؟ لا، أنا بدي أقول لك يا شغلة، وهذه يمكن دائما بيسألوني هذا السؤال، كل شخص له خصوصية في حياته، له قدرة. يعني إذا واحد عنده قدرة مالية وقدرة نفسية وقدرة مجتمعية إنه يكمل عمله، بالعكس هذا شيء جيد. لكن في ناس ما عندهم القدرة، يعني أنا لم أتي غنيا ولا ما أتي معي الفلوس، فعشان هيك ما كان عندي القدرة، لا أخفي على أحد. يعني كثير ناس بيجي بيسألك يا أخي ليش ما كملت، هل معك 140 ألف دولار تعطيني إياهم أكمل؟ يعني الموضوع أنا عندي عائلة، عندي ناس بدها تأكل بدها تشرب، ابني بدي يشتري له جاكيت بدي يشتري له بنطلون. فكل هاي الأمور تختلف من شخص لآخر. هذا السؤال أنت من تأخذ القرار فيه، زي سؤال الهجرة بيسألوني أهاجر ولا ما هاجر، هذا السؤال جدا صعب. في ناس حياتهم في وطنهم يمكن سواء ماليا أو اجتماعيا أحسن بكثير من كندا، فالهجرة أو أي مشروع لازم تسويه لازم تدرسه دراسة علمية، لازم تقعد على ورقة وقلم تكتب أنا عندي خيارين ألف وباء، الخيار ألف بوصلني لهذا الطريق، خيار باء بوصلني لهذا الطريق، فشو أي طريق أخذ، أي طريق أسلك؟ الخيار اللي أنت بتأخذه هذا قرارك اللي لازم تتحمل مسؤوليته. تختلف من واحد لواحد. هلا ممكن نستفيد من أخطاء الآخرين وعثراتهم، مش غلط، لكن أجين يعني أنت بتحكي باختصار إذا عندك القدرة المادية وعندك النفس الطويل تابع، إذا ما عندك اختصرها. yes. باختصار yes. هيك صح؟ yes. نعم. بدي أسألك هلأ، حضرتك دكتور متزوج صينية وابنك آدم الله يخلي لك إياه بيحكي عربي؟ بيحكي عربي وصيني. yes. وبيعرف شيء عن وطنه، بيعرف شيء عن الكالتشر تبعه، عن الدين الإسلامي، ولا يعني هل استطعت تخلق منه يعني إنسان متوازن ما بين الهويات اللي بيحملها واللي بحياته موجودة؟ آدم الحمد لله رب العالمين، يعني أنا فخور فيه جدا، عنده جوجل ميني عامل ريمايندر لكل صلاة، بيصلي الصلاة وقتها، حتى صلاة الفجر بحاول يصحى عليها، مش دائما بصحى بس بحاول، حاطط ريمايندر أياما أنا بصحى بذكرني أحيانا في هذا الموضوع. فلسطين بالنسبة له هي الوطن، دائما حاطط عنده على الجدار واحد بدبك هيك كاتب هو بإيده أنا فلسطيني، كان عمره 6 سنين رسمها هاي الرسمة. بتذكر لما نزلنا فلسطين أول مرة قال لي بابا ليش تركتوا هاي الأرض؟ يعني قد ما حب البلد سألني هذا السؤال. صراحة قلت له بابا هذا الموضوع بدي أرجع لك لقصة 1948 فحبه للبلد أنا بقول لك إياه، هو ليس فقط حب شخص، هو حب عذري زي ما بيحكوا، حب نقي. لما أخذته كان عمره 7 سنين أو 6 سنين، أخذته على ديزني، فواقفين في ديزني لاند وفي ميكي ماوس بيطلع وبيحكي للأطفال ميك أ ويش، إت ويل بي الساعة 12 هيك بتكون ألعاب نارية، ميك أ ويش أور سمثينج. المهم فيجي بيقول لي بابا بقدر أعمل تو ويشز؟ قلت له يس، بس هو ميكي حكى واحد. قال لي بليز بابا، قلت له أوكي يعني.
فبقول لي the first one we will go visit Palestine. قال لي الثاني Palestine will be free. فشعرت انه حب فلسطين بيجري في الجين، ما بتعلم تعليم. وصراحه انا ما عمري، عمره 6 سنين يعني، ما عمري حكيت له القضيه الفلسطينيه ولا قعدت اشرح له اياها، بس شعرت انها بتجري في جينات الاشخاص، وليس لن تعلم. عشان هيك احنا شعبنا الحمد لله لم يفقد حبه لهذا البلد ولا لهذه القضيه. أكيد ربنا يخلي لك إياه لآدم ونشوفه بأعلى المراكب والمراكز دائما. أكيد هو التربية كان لها دور كبير في أنك تنتج الطفل بهاي الثقافة وهذا الانتماء. أكيد يعني مش ما بيجيبها من برا دكتور. في سؤال لهدى بتسألك إذا مرتك تحكي عربي. يعني شوية شوية تحكي عربي. راحت على الأردن يمكن 4 زيارات، ورحنا زيارة على فلسطين، وبتحاول يعني تعلمت لغة عربية بالجامعة لمدة فصلين، ولكن للأسف اللي علموها هي الإعراب والقواعد وعقدتني بدل ما كانت تيجي تقول لي المثنى والمضارع والمستقبل يمكن في برامج للمحادثات هنا للمحادثة بالعربية يعني. دخلت كورس في كارلتون يونيفرسيتي هون فصلين دراسيين، ولكن شكله كان أكثر أكاديمي من لغوي. فتعلمت يعني كلمات، بس أكثر إشي كانت التركيز على القواعد، ونسيتها طبعا لأنه إحنا بنطبقش القواعد. إحنا نسينا القواعد أصلا. شو رأيك بالسياسة الكندية باختصار؟ هل أنت راضي عن التمثيل العربي في كندا؟ يعني التمثيل بدي أحكي أنه ضعيف شوي. إحنا رقم نسبة وتناسب ليس بالسيء، لكن لازم يكون إنه تأثير أكتر مش تمثيل أكتر. التأثير يمكن أهم من التمثيل في البرلمان في العدد، صحيح. للأسف يس. لما انت بتيجي بتحكي مع واحد سياسي وبيسألك انت من اي اثنيتيز او من اي جروب، بشوفها انا في المجتمعات. يعني مثلا الاوكران في كندا تأثيرهم السياسي 10 أضعاف يمكن المجتمع العربي. الهنود تأثيرهم كبير في كل الاحزاب، انا مش عم بحكي على حزب معين، بتلاقيهم جزء منهم داخل في الحزب الليبرالي، جزء بالحزب الكونزرفاتيف، جزء بالان دي بي، حتى رئيس الان دي بي صار وزير الدفاع هندي، صار يعني وزير الدفاع هندي من اصل سيخ. فهدول اللي هو الدخول في الاحزاب والتغيير من الداخل هذا مهم، وقد يؤثر باك على قضايانا. طبعا الموضوع الديمقراطيه شيء جميل في كندا، انه كل واحد يحق له انه يدخل ويوصل. احنا عندنا وزراء ما شاء الله عرب الحمد لله، وعندنا ممثلين عرب في البرلمان، وهذا شيء جيد. ولكن اجين هو تاثيرنا على السياسه الكنديه كم مثقاله، مش تمثيلنا. صحيح، يعني هي مش بالعدد، ممكن يكون واحد تاثيره اقوى من 20 يعني. طيب هلا هل بتفكر في يوم من الايام انك ترشحتك لمنصب مثلا في البرلمان، تصير وزير، ما بتصير وزير الدفاع في يوم من الايام وبعدين نستغلك في امور تانية؟ وزير الدفاع احنا كم صاروخ. طيب انا طبعا ما كثير ناس تسالوني فكروني حتى الشغل اللي بشتغله وهذا، عشان لا ما عندي أي تفكير. عرض علي أكثر من مرة صراحة من عدة أحزاب بطريقة أو بأخرى عن طريق ناس بالأحزاب إنه ترشح لنا في المنطقة الفلانية، وهذا لم أفكر في هذا الموضوع. لا أقول إنه غير مطروح، ولكن ما في عندي أصلاً كان لا فكر ولا حد الآن، لحد الآن ما عندي تفكير إني أرشح حالي. مش لأني مش شايف حالي، لأني
لا أريد كما بقول صديقنا الأستاذ حسن غي أن أكون سفيرا من الحزب للجالية بدل أكون سفيرا من الجالية للحزب، ما بدي أكون هذا الجزء الضعيف. يمكن مفروض نعمل حزب جديد لكن دكتور نحن يعني كلنا بنعاني بنفس المشكلة، ما فيش حزب بيمثلنا بشكل صحيح، ما في حزب انتمي له واحكي انه هذا الحزب بيعبر عن طموحاتي وعن امنياتي وعن الاشياء اللي انا بآمن فيها، فيمكن بلزمنا حزب جديد. كل حزب له حسنات وسيئات، وانا لا اخفيك يعني ما بحب انا الاحزاب. ليش؟ لانه احيانا بحدك الحزب بامور بتمنعك انك تخرج عن نطاقها، لانك انت خاصه اذا انت ممثل للحزب مش بس عضو. الحزب الديمقراطي ديمقراطيين جدد عندهم امور رائعه خاصه للمجتمع العربي. الحزب الليبرالي يمكن اكثر العرب منضمين له، له عنده شغلات رائعه. الحزب الكونسرفاتيف اللي هو يمكن اقل الناس مرتبطه فيه لكن عنده امور رائعه. فالقصد انه كل حزب له حسناته وسيئاته، كل حزب له طريقه تدخل فيها. اذا انت مقتنع أكثر بهذا الحزب أو بهذاك أدخله وحاول تغير من الداخل. جمال لا يمكن أن يكون وزير دفاع، يمكن أن يكون وزير للتنمية الإنسانية والمحبة البشرية. يا محمد وزير الدفاع. إحنا بدنا إياه يكون وزير دفاع، ما تدخل بيننا. وزير دفاع في الحرب مستحيل. بعدين خلص مسكوها الإخوان الهنود مسكوها بعد هيك. لوين تحن دكتور؟ وين المكان اللي أنت بتشعر إنك بتحب ترجع له؟ بتحب في إشي بربطك فيه بشكل أكبر؟ أنا أحن إلى كل بلد، إلى كل، أنا عشت في عدة دول. ليبيا مع إني طلعت منها صغير أحن لها. روسيا مع إني عشت فيها مدة بسيطة. جزيرة القرم أحبها حب عذري. يعني هذه المنطقة قضيت فيها شبابي. مدينة ووهان أنا لما صارت البانداميك تطوعت إني أرجع لمدينة الصين وأوقف مع الأطباء في مدينة الصين وبعت أوراقي للسفارة، لكن للأسف السفارة ما قدرت تعمل لي كليرنس عشان أدخل مدينة ووهان لأنها كانت مغلقة. كثير ناس لاموني، في ناس قالوا لي هذا أنت اللي عم تعمله بس شو أوف. حبي لهاي المدينة هو اللي دفعني أسويه، حبي لناسها، حبي للي أعطوني إياه وساعدوني فيه. شفت لك فيديو بأول ما بلش البانداميك في الصين كنت بتبكي فيه، أنا عشت في مدينة كنت أعمل في المستشفى أيام مسار السارس، فعندي تدريب جيد كان على موضوع الأوبئة والأمراض هاي. بغض النظر إنه كورونا بيختلف ولا لا، بس كنت مستعد حتى أضحي بحالي من أجل هذه الدولة وهذه المدينة اللي أعطتني الكثير. احتضنتني أكثر من 10 سنوات، أعطتني الكثير، ساعدتني. يمكن حبي لهذا المكان يكون ناس بتعتبره رياء أو لا، لكن أنا يمكن حكيت لك يا صابرين أول مرة برجع فيها على فلسطين كانت 2018 زيارة، كنا بعد طبعا ما حصلنا على الجنسية الكندية. لما تدخلنا على فلسطين أو لما شمينا ريحتها بتشعري بالوطن، بتشعري بحنينك للوطن. القدس لما بتوقفي وبتحطي إيدك على أحد الحيطان بتستحي من نفسك، بتقولي يمكن على هذا المكان لمسه عملاق صلاح الدين ولا سيدنا المسيح ولا سيدنا عمر. يعني الأرض اللي بتمشي عليها هاي مشى عليها أنبياء وعظماء. هذا المكان لا يقدر بثمن. يعني عودته إن شاء الله بتكون قريبة، ولكن العشق، التاريخ، عبق الآلاف السنوات في كل شيء، طيبة الناس، يعني لا هذا المكان لا يوصف. يعني نعم، هو بصراحة يعني أنا ما بقدر ما أوافقك على هالموضوع.
موضوع هذا القدر، يعني حتى الهواء فيها بتحس انه الهواء اخف من العالم اللي برا، بتحس كانك حتطير كمان شوي وانت ماشي فيها، كانه ما في طيب. جاذبيه، ايش كمان شوي حتقلع. وين شايف المستقبل بالنسبه لك وبالنسبه للمؤسسه اللي انت مديرها الان وكل الاعمال وتلفزيون كنار كمان، شو مشاريعك للمستقبل بكل هذا دكتور؟ يعني ان شاء الله نتمنى انه نوصل لمرحله نسكر فيها المؤسسه ونحكي نعم وصلنا الى سلام حقيقي، هذا اللي نتمناه. نتمنى انه نصل الى مرحله يصل الطفل في العالم الى حقه الكامل، يحق له التعليم، يحق له السكن، يحق له الصحه، يكون الناس محترمه بعض، تحب بعض. احنا بنينا اخر فترة مدرسة في مدغشقر في 2017، ولما رحنا افتتحتها المدرسة طبعا الشعور اللي لما بتحكي مع اهل البلد شعور يعني بشعرك انك انت بتعملي شيء كبير، مع انه اللي عملناه يعني هو تبرع $30,000، استطعنا أنه نبني مدرسة من كرفانات، يعني مش الموضوع كبير، لكن ابني آدم تبرع ب$500 من حسابه الشخصي وشرى فيهم أقلام وأوراق ودفاتر ومحيات، شريناهم من هناك. وكانت هاي أول مرحلة له في عمل الإنساني. فلما وصلنا المعلم قال لي في أطفال ما بيجوا على المدرسة لأنه ما يوجد لديهم مبلغ أهاليهم يشتروا قلم رصاص. قلم رصاص هذا بمنع طفل إنه يجي على المدرسة. هذا الطفل ممكن يصير شيء في هذه الدولة، وهذه الدولة ممكن تغير شيء في العالم. أنا بتعليمي لها أو بمساعدتي إني أعلم هذا الطفل ممكن فعلا أغير العالم. يا جماعة لا تستقل في هذا الطفل، لا تستقل في المستقبل اللي ممكن يسويه. كثير ناس سألوني سؤال يمكن ما بعرف إذا أنت بدك تسأليه ولا لا، ليش مدغشقر؟ ليش سويت المدرسة في مدغشقر؟ أنا دائما كان جوابي ليش مش مدغشقر؟ أكيد يعني أي مكان والأطفال فيها أطفال. طبعا أنا شايف في من ريم سؤال بيحكوا ما مشروع المستقبل، للأسف كورونا دبحتنا، يعني إحنا كان لنا مشروع للكانسر مفروض يكون في 2020 والكورونا اجت واجلناه 3 مرات، وهي شكلنا مش عارفين امتى حيصير، لكن نتطلع ان شاء الله رب العالمين نرجع، لانه احنا شغلنا يعني هيومن تو هيومن، عملنا اوفر سكايب واوفر مش عارف ايش زوم، بس كل هذا حكي يعني ما كان مناسب. بالنسبه لكنار انا عارف انه في كنار، عائله كنار ومشاهدين كنار ومستقبل كنار في كندا وفي أمريكا راح يكون مبدع، وأنا أؤمن بهذا الشيء لأنه وراءه أنفاس قمة في الروعة، سواء من العائلة نفسها أو حتى من المشاهدين اللي بيدعمونا بأفكارهم، بيدعمونا بكل شيء وبوصلوا الرسالة. يا جماعة بس بدي أحكي شغلة، أنا قد تكون هاي رسالة للجميع، لا يوجد تنافس في العالم، رزقتك بتأخذها ولو في بطن الحوت، لكن أنت لما بتعطي غيرك حب وحنان وعطاء وصدق، صدقا رح تجدها، يمكن مش معك، يمكن مع أولادك، يمكن مع أحفادك، لكن في 100 مطعم في كندا، لكن انت بتحبي تروحي على مطعم، غيرك بحب يروح على مطعم ثاني، مش معناها انه المطاعم تسكر. الميديا نفس الشيء، في 100 تلفزيون، في سي تي في وفي سي سي بي سي وفي بي بي سي وفي السي ان ان، وكلهم بتنافسوا بمنافسه شريفه. فاتمنى ان نصل في مجتمعاتنا الى مساعده هدول الاشخاص. الاصدقاء اللي موجودين على الساحه رائعين، نتمنى لهم كل الخير والتوفيق، وإن شاء الله ندعم بعض، هذا المهم. قد يحصل أخطاء، قد يزعل الأخ من أخوه، ولكن هذا لا يعني أنك أنت مش أخوي،
مش معناه أنه أنا لازم أتبرى منك وأكرهك وأطلع أحكي عنك، لا بالعكس، إذا في عندك إشي تعال احكي معاي، افتح صدرك إلي وأنا مستعد أفتح صدري إلك ولغيرك ولإيدك، أفتح إيدي وقلبي إلك. بس يعني هاي هاي دعوة لكل، هاي دعوة لكل المنصات الإعلامية العربية في كندا، إنه ما في داعي يعني التنافس حلو، التنافس الشريف حلو، بس أكيد أكيد. كمان، بس كمان حلو أكتر إنه ندعم بعض، نمد إيدينا لبعض، نكبر مع بعض، نكون نجاح الآخرين يشكل لنا تهديد ونحاول إنه نخبطه يعني بأي طريقة ممكن. بالعكس بالعكس بالعكس. وانا اقول لك هو لحد الان الوضع الحمد لله كويس، يعني الرائعين اللي موجودين على الساحه نتمنى لهم طبعا التوفيق، ونتمنى لكنار التوفيق، وان شاء الله بالعكس نطلع مع بعض. يعني ما بتعرف يمكن نعمل ANN عرب نتورك قريبا ان شاء الله. هاي فكرة، هيني حسجلها هيني هون وراح اراجعك فيها بعدين. ان شاء الله مش ان شاء غلط الله. يعني ليش ما يكون في عمل مشترك كبير، يعني بدل ما يكون في اعمال متناثرة. حلو كمان انه كل فترة هيك نعمل عمل مشترك يضم اكثر من منصة اعلامية، وانت نحط فيه كل القدرات الإبداعية وكل الأفكار، وأكيد يعني زي ما في كنار في مبدعين، في بالمنصات الثانية مبدعين وناس خبرتهم يمكن مختلفة بمجالات ثانية. بالعكس هذه دعوة إنه تحاولوا تكونوا مع بعض مش ضد بعض. دكتور بدي أطلب منك نصحة قبل ما، طبعا احنا عدينا اليوم الوقت المطلوب، مسموح لنا معانا البيج باس وما لناش دخل، صح يا محمد؟ بدي لك نصيحة لأي حدا قادم جد لكندا أو بفكر يجي لكندا، شو بكيله؟ كندا بلد جميل، كندا ليست بالدولة الفاضلة زيها زي باقي دول العالم، في لها حسنات في لها سيئات، اعرف وين جاي، اعرف شو الطريق اللي بدك تمشيها، حاول تستفيد من خبرات الآخرين، لكن again بدها حسبة وتعرف انت جاي على بلد جديد وفيها طبعا تشالنجز، في ناس يمكن البرد بالنسبة لهم تشالنج، لكن النصيحة لأي شخص، أحبب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا أنت حبيت للآخرين ما تحب لنفسك، أنت ساعتها راح تعرف معنى العطاء، ما راح تعرف معنى الصدق، راح تكون فعلا إنسان يحبك الجميع، وأهم إشي أهم إشي أنك تكون رسول حقيقي وسفير لأهلك، تربيتك، لوطنك، للغتك، لعرقك، وكذلك الأمر لدينك. أكيد أكيد. شايف محمد شو بكتب لي؟ لسه كنت بدي أكتب لك أجتك هالحلقة على الطبطاب صبرينا، يعني عارف أني أنا ما بدي. بصراحة الحديث مع جمال، مع الدكتور جمال، لا يمل، وأكيد في أشياء مشتركة بيننا يعني نحكي فيها كمان، فبفكر أعملها مسلسل يا محمد التميمي، بعرف شو رأيك في الموضوع. هلا بنتحر محمد. دكتور بدي أشكرك على هذا اللقاء الجميل والمفيد، وعلى هذه المعلومات اللي أمطرتنا فيها بكل المجالات. كل التوفيق لك ولكنار وللبشرية من أجل السلام، وإن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الجيدة، وتضل متألق زي ما أنت، وتضل إنسان راقي ومعطاء زي ما بنعرفك دائما. شكرا، ألف شكر إليك. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونوا استمتعتوا بقدر ما أنا استمتعت بهذه الحلقة. تابعونا يوم السبت القادم الساعة 7 مساء بالتوقيت الشرقي، وتصبحون على خير. تصبحون على خير.